بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا نهار اليوم هي وصفة مميزة وكبير وصغير يحبها. وصفه اليوم هي لي نوغات بالدجاج. هما نورمالمون لي نوغات نديروهم غير بالدجاج، انا غير ما نديروهمش بلا دند، سي بوسيبل اوسي، سي بوسيبل. داكور. المهم عندنا لي دجاج مقطع قطع هكذا. الوصفه عندها مرحلتين، انا راح ندير نقدم لكم المقادير تاع المرحله الاولى ومن بعد ننتقلوا للمرحله الثانيه. عندنا دجاج بياض صدر الدجاج مقطع الطريقه هذه، نحطه بجيه نحتاجه من بعد نقدم لكم. نبداو على بركه الله في تقديم المقادير. عندنا نصف كاس فارينه، زوج ملاعق كبار نشا، عندنا علبه زبادي، عندنا عصير نصف عصير سيترون و ليمون، ليمون احسنتي ناريمه، شكرا ماما. ليمون، عندنا قليل من الماء، عندنا زنجبيل، عندنا ثوم مجفف مجفف. حبيبتي اذا كان عندك اللي شاي اللي باردون اللي خضر حطي الاخضر يكون احسن. عندي كركم، الكركم عندي بابريكا، بابريكا والفلفل الاحمر الحلو. عندي ملعقه زيت زيتون، وعندي بيضه، نصف كاس حليب، ملعقه ما نقولكش صغيره الدجاج يدين ملح، ندو نقولو كبيره ملح، وعندي ملعقه صغيره فلفل اسود. نبداو على بركه الله في الوصفه. نجيب باسينه هكذا صغيره، نبدا ننزل، بسم الله ننزل الزبادي تاعي، الحليب، فلفل اسود، ملح، بابريكا وفلفل الاحمر الحلو، الكركم، زيت الزيتون، ثوم، زنجبيل، حامض او سيترون او ليمون، بيضة، نخلط الكل. زيد نصف كأس ماء، نحط النشا أو النشا، دقيق. الوصفة حبيبتي روعة، لنوغات تاعها يجيو ما شاء الله. انا موجدتها لابني علي ان شاء الله غدوة يجي يتغدى، عفوا يتعشى في الدار، الوغ موجدتها له باه ياكلها بالصحة والهنا ان شاء الله. وجدوها لوليداتكم ايضا. هنا شوفوا الخليط هذا، الان ما بقى لي الا ننزل الدجاج تاعي، نحط
رائحة، أنا لما شميتي رائحة رائعة. أنا نخلي الدجاج تاعي هذا يتنقع مدة 3 ساعات، ومن بعد نكملو إن شاء الله. عندي الغلاف تاع نحطها في الثلاجة. هلا نحط الدجاج تاعي في الثلاجة ونلتقي باه نكمل الوصفة إن شاء الله. نرجع للوصفة تاعنا حبيباتي، والمرحلة الثانية لي نوغات تاعنا، لي تحضير النوغات تاعنا، والطبقة اللي تغلف لي نوغات هي متكونة المقادير من 2 كيسان فارينة 250 ملل، عندنا كيس خميرة كيميائية، كيس خميرة كيميائية، عندي جنجوب أو زنجبيل ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة متوسطة فلفل أحمر حلو، مكعب ماجي اختياري حبيبتي، لما حباش تحطيه ما تحطيش، عندنا ملعقتين كبار نشا. الان راح ندير، بسم الله، ندير الخليط، نبداو نحطو اولا الفارينة، الخميرة تاعي لازمني نجوزها باسكو حسيت بلي الخميرة هذه شوية تبقى يا حبيبات. نزلها، عندي الملح، فلفل أسود، زنجبيل، كركم، فلفل أحمر حلو، وعندي مكعب ماجي تاعي راح نهرسو، نحط نشا، عفوا ديباغاسي هادو منا، مكعب تاعي لازم نهرسو، ونخلط مليح الخليط تاعي هذا جيدا. ما تنساوش بلي جبدنا الدجاج اللي تنقع 3 ساعات في الثلاجة في الخليط اللي درناه من قبل. عندي شبك، انتي هزي صحن اختي ولا الشي اللي عندك، انا درت شبك كيما هذا باش تنزل لي الفارينة من بعد. اليوم راني نصور وحدي يا ريمان، خلات لي الكاميرا وراهي تجلب فيا، لكن نقدر نعتمد على نفسي في التصوير ولا لا، اول تجربة تاعي. مسعيدة هي اللي تصور لي لا تابلت، اليوم اول تجربة تاعنا في الكاميرا بالكاميرا حبيباتي، شاهدوا واعطوني رايكم في الصورة وفي الصوت تاع الفيديو تاع نهار اليوم. يعني ما راهي ترقب من بعيد كانها مخرج تاخذوا سمحوا لي. الان نجيبو بسم الله نخرجوا الدجاج تاعنا ونحطو، راني مليحة في لوشون، نيكل.
فوالا حبيبتي، بعد ما غلفت الدجاج تاعي كامل حطيت وانا هكذا باهي غير الفرينه وانا تهبط شويه، نحطوها باه ما تجيكش الزيت بزاف. ننتقل نخليها 5 دقائق ولا 10 دقائق تشرب مليح الفرينه هذه. ننتقل الى مرحله القلي. الان حبيبتي بديت نقلي في النودية تاعي، حطي بالعقل كمية قليلة ومن بعد نحي وعاودي حطي كمية أخرى. أنا كملي القلي تاعي كامل نتلقى وأظن في صحن التقديم. وصلنا إلى نهاية وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت ولادي صحوا لي، كيف اسمها انا ريما الوصفه؟ لي تندرز. لي تندرز خاطش ولدي علي كانوا تخدموا بالنبالي خصيصا، كي عطيتهم له قال لي ماما راهم يتسماو لي تندرز. سي سا سي با لي نوغات، عفوا اللي يتباعوا في كي اف سي. انا ننصحكم بالوصفه، راهي روعه. شوفوا حبيباتي قدمت لكم ما شاء الله، جات كميه كبيره قرمشة، غادي نسمعوا في القرمشة، غادي نسمعوا لريما. انا شوفوا الدجاج تاعنا طايب ما شاء الله، حطيت لكم في الطبق العائلي وحطيت لكم في بورت كيف سميهم كورني دو فريت. الكورني دو فريت هذا وانا قدمته لك، تحبي تقدمي لولدك هكذا انديفيديوال غير يغطس في الكاتشب وتاكلوه بالصحة والهناء. حبيباتي نصحكم جربوا هالوصفة، راهي رائعة كأنهم قاعدين تاكلوا فيهم تاع كي اف سي. هذا هو فيديو نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. ناريمان راكي تلقي الكاميرا شوية، ناريمان راكي مليحة. رجعوا لي حبيباتي على التصوير تاع نهار اليوم، هل الصورة مليحة والصوت مليح؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وصفة اليوم، إذا أعجبتكم أعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إلى وصفة جديدة إن شاء الله.